سنة أولى ابتدائي. السلام عليكم. سنبدأ الآن في حل اختبار الفصل الثاني في التربية الإسلامية. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: أربطوا بالتكملة المناسبة. أربطوا بالتكملة المناسبة. لدينا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو تعاونوا على البر والتقوى. الصحيحة هي، أحسنتم، تعاونوا على البر والتقوى. نربط مع تعاونوا على البر والتقوى. الرفق بالحيوان يدخل إلى الجنة، أو الرفق بالحيوان يدخل إلى النار. أحسنتم، الرفق بالحيوان يدخل إلى الجنة. نربط مع يدخل إلى الجنة. إماطة الأذى صدقة، أو إماطة الأذى سيئة. أحسنتم، إماطة الأذى صدقة وليست سيئة. النظافة من الشيطان، أو النظافة من الإيمان. أحسنتم، النظافة من الإيمان. نراجع معا. تعاونوا على البر والتقوى. الرفق بالحيوان يدخل إلى الجنة. إماطة الأذى صدقة. النظافة من الإيمان. التمرين الثاني: ألونوا حرف الصاد إذا كان التصرف صحيحا، وحرف الخاء إذا كان التصرف خاطئا. ألون الحرف صاد إذا كانت الجملة صحيحة، التصرف هذا صحيح، وإذا كان التصرف خاطئ ألون حرف الخاء باللون. نبدأ. أدخلوا بيوت الغير بدون استئذان. أدخلوا بيوت الغير بدون استئذان، أي أني أدخل بيوت الغير دون أن أستأذن، صحيح أم خطأ؟ أحسنتم، خطأ. ألون حرف الخاء لأنه تصرف خاطئ. أدخلوا بيوت الغير بعد الاستئذان، إذن يجب أن أستأذن قبل أن أدخل بيوت الغير. أقول بسم الله بعد الانتهاء من الأكل. أقول بسم الله بعد الانتهاء من الأكل. أحسنتم، خطأ. إذن ألون حرف الخاء. أقول بسم الله قبل الأكل وليس بعد الأكل. أجيب أمي إذا نادتني. أجيب أمي إذا نادتني، إذا تصرف صحيح أم خاطئ؟ أحسنتم، صحيح. إذا نادتني أمي أستجيب لها. أقول الصدق مرة وأكذب مرة. أقول الصدق مرة وأكذب مرة. أحسنتم، خطأ، تصرف خاطئ، لأنه يجب أن أقول الصدق دائما ولا أكذب أبدا. نراجع معا. أدخلوا بيوت الغير بدون استئذان. خطأ، لأنه يجب أن أستأذن قبل أن أدخل. أقول بسم الله بعد الانتهاء من الأكل. خطأ، أقول بسم الله قبل الأكل وليس بعده. أجيب أمي إذا نادتني، صحيح. أقول الصدق مرة وأكذب مرة، خطأ، يجب أن أقول الصدق كل مرة ودائما. استظهار سورة قرآنية، الفاتحة أو الإخلاص أو الناس. نقرأ معا أو نراجع معا السور. سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
بسم الله الرحمن، سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وهكذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.